بطبخ شكشوكة قذرة مرة أخرى، صحيح؟ صحيح. وهذا كله انتقام مني، أليس كذلك؟ أريد الطلاق، سئمت العيش معك، لم تدللني يوما. ما هذا الوضع؟ أقسم أني سأمرمد دين أمك في المحاكم. هذا ما قالت لك أمك سلوى؟ أمك تعلم قانون النفقة أكثر من القاضي. لا، أمي لا دخل لها. إنها كذلك تحفظ مجلة أحوال الشخصية أكثر من بورقيبة، أكثر من رجال القانون أنفسهم. رجال قانون نفقة. آه بالجاسم، كم أنت سخيف. لو تركت دين أمك تغرق على ظهر التيتانيك فلما عشت هذه العيشة الكلبة. أبقط النظر لوجهك، تفكر بمعدتك. أريد الطلاق. لا أيتها الغبية، أنت لا تريدين ذلك.